بوتين على الحق الضرر بأوكرانيا، ولكن يجب أن يتحمل كلفة ذلك، والكلفة هي للتكنولوجيا التي يصدرها لكوريا الشمالية، وهذا تهديد ليس فقط للأوروبيين في الناتو وإنما للولايات المتحدة وجنوب كوريا واليابان، وليست كوريا الشمالية وحدها الفعالة في هذا المجال. فالصين أيضا تساعد بوتين على الالتفاف حول العواقب، وإيران أيضا عبر إرسال التكنولوجيات والمسيرات لروسيا، وروسيا تدفع مقابل هذه المواد، وهذا يسمح لإيران بالاستمرار بزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط وما بعده. فإذا نحن نتحدث اليوم عن أن الأطلسي والمحيط الهندي أو منطقة المحيط الهندي الهادئ ليستا منفصلتين، ويجب أن نستمر برص الصفوف وزيادة الإنتاج الدفاعي في الولايات المتحدة وفي أوروبا، وأن نزيد الإنفاق وأن نفعل المزيد للحرص على أن أوكرانيا ستنتصر.